هادي طريق اللي غلط. علاش قلت لك انا سكيتوف هادي اللي غلط لانه دقه 80 في الماتش الصبر خصو يخرج. السؤال هذا اللي قال نبيل كينقص شويه من القيمه ديال طريق سكيتيوي. احسن احسن فريق جماعي وكيلعب كره جماعيه راه هو المغرب في هذه الاولمبيات هذه وكيقنع وكيمتع وكيدير اي حاجه بغيتي. علاش كنا حنا تنقولوا يستاهل الذهب يا الذهب يا الذهب هذا الفريق هذا الجيل هذا اصلا هو مذهب. غير هو فين تنوصلوا لهاد الادوار هادو المتقدمه اللي كيكون فيهم انجازات تاريخيه كيجيو شي وحدين تيبغيو يركبوا على داك الشيء ويخرجوا اللعابه من الاطار ديالهم. صحاب اللحقه راه غابر هذا راه انجاز اننا وصلنا داك الشيء ديك الدراما ديالكم خليوها عندكم. حنا كنشوفوا كوره فرقه هي احسن فرقه في الاولمبياد خاصها دير الذهب. تكون المغرب تكون السودان كتلعب كوره وكتربح بالسكور وكتقنع تبارك الله. باش تربح بالسته راه ما ساهلاش اصاحبي والله ما ساهل. واحد لقيت حكيمي ولا باغي ماركي مع منتخب راه ما ساهلش مصر طو مع مصر والله ما ساهل مصر مع فرنسا ربحوا بزز قبل ما خرجش لهم اللعاب بحمراء راه بزز 5 دقائق مصر ولا مع 82 83 ماركا هو ماشي تتعفط عليهم اكثر منتخب ماركا البيوتا في جميع النسخ في جميع الدورات يمكن هو المغرب. راه تيربح 3 4 دابا 6 رحيمي نصين تبغي تبقى تحسب حتى 6 ما تقدش رحيم يعطي واحد الاشارات اللي قويه اخويا نبيل باش يكون باش يكون في ليكيب بروميير ان شاء الله باش يلعب المنتخب الاول هذا هي اللي كل شيء وعطاها شويه الحنان باش الحب حتى هو خصو شويه الحب وي كلشي فيه شويه صراحه راه الارقام ديالو تتحكم عليها اخويا نبيل الارقام ديالو اللي على شعره شويه حتى هو لعب عليها مره لعب هداف اسيا اسيا كاس اسيا انا حشمت منا باش قلت اخويا سعيد لانه لا ماشي باش قصدرتي وجهك فاش قلتيها فهمتي ولكن راه غاده معاك عارف اخويا نبيل علاش قلتها لانه لاعب اللي كيخدم وكيستاهل اخويا نبيل الارقام ديالو ولا العطاء ديالو داخل الملعب كلشي كيعطيه هذا الحق هذايا. علاش واش بوتريكا نهار دابا بالون دور واش كان كيلعب في مانشستر سيتي ولا مانشستر الاهلي كان كيلعب في الاهلي وكان كيلعب في منتخب ديال بلاده كان كيلعب في منتخب ديال بلاده وكان عطيه له فرصه وقريبه في منتخب ديال بلاده. هو رحيمي دابا هو هداف الاولمبيات ماركا في كاع الماتشات اول لاعب في التاريخ ديال الاولمبيك ماركا في الماتشات كاملين برافو كان غيدي اكثر لاعب ماركي في دوره واحده ولكن كاين واحد المجاري في 64 كان ماركي في عام الفيل هذاك 64 فهمتي كان ماركي بيديهم عادي ماشي هذا على الصدر اللي فاتهم دابا سفيان راه كان كالوشا راه ماشي لاعب عادي هذاك كالوشا ديال زامبيا راه من اللعاب اللي كانوا كبار وهذاك اموكاشي ديال نيجيريا حتى هو باش توصل لهم في حالة هكا راه ما ساهلش. انا متفق معك اخي البيريا اللي غادي نيمار نيمار اسير وصل نيمار حتى هو غير نيمار يمكن كان ماركي هذاك الشيء في دورات دابا بقى هو داك اللاعب المصريين دابا قد تقريبا اللاعب المصري حتى هو في 64 عنده 68 ما كانوش جوال كانوا محيدين الجوال 99 بوطوات حيت 64 دافع هذا المصري ماركه فيها 8 حتى هو بحال 8 بحال وهذاك بيني سميتو بيني مجاري ماركي 12 حمزه انا اللي بغيت نقول واحد الميساج صحيح حمزه نقول الميساج واحد انا اخويا حمزه هما هاد الدراري يخلوهم مجموعين برافو دوي معايا بحال هكا اخويا سعيد يخلوهم مجموعين داروا واحد الانجاز دوي في المستقبل داروا واحد الانجاز كبير اخويا حمزه اول مره في التاريخ ديالنا باش نوصلوا ودوينا سعيد على البوديوم دوينا سعيد على الاشارات دوينا على الاشارات اللي تعطاو في الدوره هذه ودوينا على بزاف ديال الامور اللي بانت لينا في الدوره. الدوره هذه راه عرات بزاف اخويا سعيد. خلينا نعكسكم شويه غير باش نعطيو الحوار باش نعرفوا واش كاينه شي حاجه ولا التخربيق. واش ما كانش كنا فرحانين شي واحد يفهم غلط واش ما كانش المستوى ديال الدوره ضعيف؟ لا لا لعبتي مع احسن لعبتي مع احسن منتخب ما كاين هنا لا لعبتي مع الارجنتين صاحبي ما كاين لا والو في الهضره ديال الارجنتين وما عرفت انا تكون حتى العطيفه تقريب من العطيفه لا لطيفه طريها صابره وتلعب في الماتش الاول مع الارجنتين البيري ديالك تيق دخلنا الدورات اللي ضعف من هذو خرجنا من الدور الاول بحال هاد الدورات عطاهم الله امثله عديده ولفتنا حتى الدور الاول كنخرجوا من الدور الثاني الا كنت كنا كندخلوا كمرشحين كاع شنو شنو اكثر حاجه خلاتنا نشوفوا هذه الفرقه بهذا الحب بيناتهم الجروب كاين وانسجام كره طايره الوغ كما كتلقاوش بزاف ما لعبوش مع سكيتيو بزاف وفي مده قصيره كما قلتي انا راه ما ساهلاش كيفاش كيقدر يجي هادشي؟ سير اخويا حمزه قدر سير اخويا حمزه هضره هذا السؤال هذا اللي قال نبيل كينقص شويه من القيمه ديال طريق سكيتيو ملي كتقول لي ما خدمش معاهم بزاف صافي دير كيعادوا يلعبوا بوحدهم وهادشي اجتهادات فرديه بالعكس كاين واحد الميساج ديال المدرب اخويا حمزه نسيتي الطريق نسيتي الطريقه او الفلسفه ديال المدرب نسيتي التعليمات اللي كيعطيهم في لونترينمون كيفاش كيوصلوا الميساج كيفاش وصلوا كيفاش وصلوا كيدوي معاهم كيفاش لا موتيفاسيون كدوز هذه كلها راه خدمه كتحسب للمدرب هذه كلها الشوا اللي كدار الثقه اللي عطى اللاعبين ديالو ما كيبقى خدم مع الفرقه شهرين وثلاث شهور بعد الهاله الاعلاميه اللي نط على شي لعابه باش يفافوريزي شي لعابه هذه هي تحسن الطريق لانه هو الدومين هو الكره راه انا قلتها لك غنعاودو نتعاودو اصاحبي غنعاودو نتعاودو راه كنت شي واحد اخر بلاصه زلزولي والله ما يلعب كان شي مدرب ضعيف اصاحبي هو شو زلزولي شنو دارك زلزولي ولا حل لك الماتش اليوم وي يلا حنا نرجعوا للماتش شكون اللي حل الماتش اليوم بيدي زلزولي ولا باس ولا اسيست ولا اسيست ولا جوش وقبل بيدي زلزولي ولا اسيست ديالو جبيوتا
راه كانوا مصري كانوا احسن. راني كنشوف راه القواري كانوا حيت قالها حمزه قبيله الماتش في الاول تلعب هذيك 30 دقيقه الاول حنا بدينا فور في الاول شويه هما شدوا لي كيليبر ولاو فحالنا ولاو حتى الخطوره كاع ولاو شغلوا لي باس ولا باش كانوا احسن منا نبيل ولاو الفرص الخطيره ديالهم كانوا علاش كانوا تيسبقوا الكرات يضاربوا يشدوا الكره الثانيه. برافو عليك اخويا صافي فهمتي هادشي باش كانوا احسن منا. وعصام حل لك الماتش البيت صافي درنا داكشي اللي بغينا نديرو حنايا والبيت ديال عصامات اللي جا ما جاش بواحد بريسينغ وحنا كنزقلوه وكنضربوا برات وكنخرجوه لا جا فواحد اكسبوا انديفيديوال لعب كره هو الوحيدي جات ما بيننا سته ديال الرجلين نقابع على الجول اكسبوا ضرب ورق على الاير 2 الاير 2 هذيك الاير 2 المونيطه ديالو فهمتي فوكس داك بيشوف في لو دوزيام بوت شوف راه اربعه لعابه صح بان اكسبوا انديفيديوال لعبوا تو داز سونتر علاش نقول لك كندوي لك على الاكسبلوزيفيتي تنقول لك ديال الزلزولي علاش تبقى حاطي الزلزولي ديما ضيعها شوف الزلزولي ملي كيدير لك الفرق في اكسيون وحده وحده كيعطيك ماركي انا جي ليا انا ماشي ما غاديش مقارنه باش نهلك شي لعاب مي خصي يكون لوجيك حيت انا كتبان لي كاين واحد العاطفه كبيره بالصغير الكريتيك اللي شفت هو مزيان ولكن ما كانش في الدوره ديالو ما كانش في الدوره واش عيب نقول ما جاش لا مش عيب علاش حيت كيلعب في ليكيب او عز على ركريكو كيدخل تيتولي صافي ما خصنيش ندوي عليه ما فهمتش ولفنا نكريتيكو الزنزول وعلاش كنكريتيكيو كنكريتيكيو على دي بروبليم ديفونسيف السوق هو في ديفونسيف هو يعاونك وي كيعاون ما يمكنش انا نلومو السوق في ديفونسيف لا ضروري حتى هو يعاون لعيب هجومي هو ولكن هذا الكره ديال دابا خاصو يرجع يعاون وخاصو يمشي باش تكدوي معايا البوك كيب اخويا نبيل انا كندوي على اللعاب اللي المهمه الاصليه ديالو وهي ماركي ليه هي يدوز خاصو يرجع نبيل خاصو هو يرجع كيرجع ولكن واش من الاولويات ديالو انه يكون يرجع زعما باش يرجع زعما ولكن علاش انا غنكريتيكي بديك الطريقه على واحد لي غول ماشي من الاولويات ديالو معاك وي راه حكيبي لي اريير دروا كيطلع وكنقول له لا خصو واحد اللي يصدمو راه حكيم والزلزولي لا خصو غلط لا هو اللي خلى هو اللي خلى هذا واش حنا درنا مورا شي واحد اللي يقدر يديفوند عليه هذاك الزلزولي كيطلع وكيهبط 90 دقيقه كيطلع ودي بوردي ويقلب واحد باس خصو يرجع الفيزيك ديالو شنو حنا بالداخل كيفاش داير وي برافو عليك انا بيه برافو كبير كلشي صدق خصو 80 فهادي طريق اللي غلط علاش قلت لك انا سكيتو فهادي اللي غلط لانه دقه 80 في الماتش الصبر خصو يخرج ولا خصو 70 لا جيتي للماتش ديال اسبان عاودوا عاوتاني راه كانوا بزاف ديال الاخطاء وقعوا في هذاك الماتش اللاعب ما تحس بهم موتيفين داخلي بهذيك بحال هذيك الروح اللي كنا تنشوفوا في الماتشات اللي كونتر الارجنتين ماشي كومباكت ماشي واش فهمتيني كاين لي سباس كاين بزاف واش لي شونجو ما عاونوش عاوتاني واش فهمتيني انا كنتمنى من طريق في الماتش كاع فين رابح كاع ودخلتي في الدوزيام ميطا وشفتي انك لي سبان خص لي سبان ماشي منتخب لي عادي المنتخب اللي تلعب الكره ما تضيعش ليه في رجليه وتيضغطو تيديرو في بريسينغ نقدر نخطر منك في بريمير ميطا وخا ماشي رابح علاش انا ما نزيد طرو ديفونسور كاع فهمتيني علاش فهمني يا حمزه خص هذاك الواحد يلعب في لاكوش بعد مرات تيتباطا ياك بزاف تيتباطا علاش ما نزيد حدا واحد حتى طلع تباطا تلقى واحد كوفيرتير عليه خاطر شتي البيت الماركا وانا لي سبان راه كنا كنا نشوفو فيه في هذاك البيت الاول واحد عندك واحد كوشي اللي يقدر يلعب تما هو النقاش واش فهمتي تتويجي تتويجي كبير على المشكل ديال لاكوش اللي ما خلاتوش يديكاجي لا هذاك الشتم واحد لوكوطي فهمتيني هاد معمق شويه فهمتي فهمتي يعني خدمتي يعني واحد يكون كان كوشي معمرو يديها لهنايا معمرو يديها معمرو يدخل لاكس ديال التيران حيت هو الريفلكس ديالو ديما غيخلي يقلب على لاكوش ولا قلب على لاكوش ديما غيخرجها من هذيك المنطقه الخطيره وي نعم بلاص ما تدخلها غتخرجها وكنت هضرت لكم هذيك النهار على اخو ماش وليت بغيتو يلعب انا بلاص اخ النوت الاخ اللي دار ماتش كبير هو اللي كندوي عليه سعيد راه هو اللي دار هو اللي دار الناخب الوطني غير هو كان قلب الادوار هو سعيد طلب من اخو ماش اللي يكون يكون بلاص اخ النوت هو فين شفنا بن صغير ما عجبنيش الحال ما كنتش عليه راه شفنا واحد شويه اخو ماش مع ميسر لا بلاتي نبيل خاص بن صغير البوست ديالو ما عطيكش برافو عا باش تلعبوا اون 10 ولعاب اللي تيبغي يشد الكره تقدر تضيع عليه بزاف فهمتي ولا الشيء اللي وقع واش فهمتيني ولكن داز داز انا كنعتبر داك الماتش دخلوا فيه الاراء بزاف فهمتي واش غاتشوف هادشي اللي حنا ماشي انا حنا ماشي انا